هي قافلة تخصيصية لتعميم حماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وأسرهم، تخط رحالها من جديد في مدينة سيدي قاسم تحت شعار دليل الحماية الاجتماعية للفلاحين، من أجل تخصيص وتوعية الفلاحين الذين يهمهم الأمر، حيث حضر العديد من الخبراء والمهندسين في هذا المجال، حيث عرفت أيضا القافلة حضور مسؤولي الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الذين شرحوا للفلاحين كيف تتم هذه العملية، واستمعوا إلى أسئلتهم التي طرحوها واستجابوا لها وفسروها من خلال مواكبتهم لهذا الحفل، حيث طرحت أهداف المشروع التي تهدف إلى تخفيف الآثار والأعباء المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية من مرض وفقدان الشغل ووصول سن التعاقد، بالتالي العيش بكرامة والإحسان بالأمان والحد من الفقر للأسر وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة ودعم القدرة الشرائية للأسر. استشارة في لحية حدكورة سيدي قاسم. إذن حنا اليوم كانت واجدوا ضمن القافلة تحسيسية وتوعوية اللي كانت ضمن مكتب الوطني الاستشارة الفلاحية بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين، مؤامرة جهوية للفلاحة، مديرية جهوية للفلاحة، على أساس يعني مواكبة ديال الورش الملكي لتسريع تنزيل الحماية الاجتماعية لفئة الفلاحين. هاد القافلة هذه عرفت اليوم مجموعة من العروض سواء ديال الشركاء أو لا، يعني احنا كمكتب حول البرنامج التواصلي وكذلك شروط الاستفادة وكيفية تسجيل في هذا البرنامج هذا، على أساس يعني أن الفلاحين ينخرطوا جميع هذا البرنامج هذا، لأنه كيهدف لتعميم التغطية الاجتماعية وكذلك يعني الاستفادة بالصيغة ديالها الجديدة. إذا من هذا المنبر هذا كنناشد مختلف الفلاحين بأنهم يتوجهوا المكاتب ديال مراكز ديال الاستشارة الفلاحية أو مصالح وزارة الفلاحة على أساس التأكد من التسجيل ديالهم في النظام في السجل الوطني الفلاحي، ومن بعد يتوجهوا للسنساس على أساس أنهم يشوفوا واش تسجلوا ويبادروا المساهمات ديالهم من أجل الاستفادة من هذا البرنامج هذا اللي سيبقى برنامج طموح لإدماج القطاع غير مهيكل هو الفلاحة في النسيج الاقتصادي. مدير العمليات بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مكلف بتسيير المدير الجهوي للاستشارة الفلاحية دار رباط صلاة قناة. فاليوم كنتواجدوا في إقليم سيدي قاسم في محطة ثانية ديال القافلة التأسيسية لتعميم التغطية الاجتماعية بالنسبة للفلاحين والأسر ديالهم، وكانت محطة أولى اللي كانت هاد الأحد الماضي كانت على صعيد الجهة ديال الجهة الشرقية اللي كانت تنظمات هنا في المنطقة الجبلية باش يقربوا أكثر وأكثر يقربوا من الفلاح الصغير والفلاح المتوسط. المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية كيسهر على برنامج ديال القوافل اللي غادي تجوب جميع المناطق الجهات ديال المملكة، وهذا البرنامج يعني كيجي كتسريع لتنزيل المشروع والورش الملكي ديال البرنامج ديال التغطية الاجتماعية، وكيجي أيضا يعني كتنزيل ديال المضامين ديال الاستراتيجية الجديدة ديال الجيل الأخضر يعني مع الشركاء ديالنا سواء المؤسسات أو المهنية. فاليوم كان حضور وزين، يعني كانت هناك السلطات المحلية اللي كتنخرط في البرنامج هذا، كانوا ممثلين عن الغرف في الغرفة الفلاحية، رؤساء الجماعات، رؤساء الجمعيات، رؤساء التعاونيات، يعني الجميع يعني مجند وماشي سام كيف ما قلنا في هذا الورش الملكي باش الفلاح والأسر ديالو يعني في العالم القروي يستافدوا من هذه العملية إن شاء الله، وتكون يعني خير واستفادة للجميع إن شاء الله. معك بكار أسامة رئيس وكالة النظام الاجتماعي بنسين سليمان. تنشكركم على هذه الفرصة هذه. أولا كان الحضور ديالنا مع الإخوان ديال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية مع الإخوان الفلاحة من أجل إعطاء توضيحات حول الحماية الاجتماعية. الصراحة
كانت حمله اللي ناجحه خصوصا من خلال الالتزامات اللي شفناها من عند الاخوان الفلاحه من خلال الاسئله ديالهم. حاولنا احنا اننا نجاوبوا على جميع الاسئله واننا نوضحوا لهم طريقه ديال الاستفاده من الحمايه الاجتماعيه ابتداء من طريقه التسجيل ديالهم هما طريقه ديال التسجيل ديال الاسر ديالهم، وايضا عرجنا حول الحمايه حول التغطيه الصحيه وشرحنا المنافع ديال التغطيه الصحيه وشرحنا لهم طريقه البلوغ طريقه دفع الملفات الخاصه بالتغطيه الصحيه. وصراحه كان لقاء ايضا فرصه من اجل تداول مجموعه ديال الاسئله اللي كانت في الصميم حاولنا الاجوبه عليها. دريف سهير رئيس قسم الحمايه الاجتماعيه بالمديريه الجهويه للفلاحه بجهه الرباط سلا القنيطره. هذا اليوم هذا كان واحد اليوم مهم بزاف بالنسبه للجهه لانه كيكرس الاراده ديال صاحب الجلاله في تنزيل هذا ورش الحمايه الاجتماعيه وتعليمها للفلاحين. وكان لقاء تواصلي تحسيسي مع واحد يعني شريحه مهمه من الفلاحين الممثلين ديالهم اعضاء الغرفه الفلاحيه الاطر ديال وزاره الفلاحه على المستوى الجهوي اللي تطرقنا فيه لمجموعه ديال الاشكاليات مجموعه ديال المسائل اللي هي مهمه واللي غادي تنفعنا لتطوير هذا الورش واللي تحيين المعلومات باش نقدروا ان شاء الله ننزلوا بواحد الصفه هي دقيقه واحد الصفه هي افيكاس هاد الورش هذا الملكي. والحمد لله هذه كتبقى واحد المحطه مهمه اللي كنتمنوا يكون محطات من موراها تكريس هاد الورش ان شاء الله. وكنشكروا يعني حتى الصندوق الوطني للكمال الاجتماعي على الخلاطه ديالو في هذه العمليه المهمه يعني وان شاء الله يكون غير خير من هنا قدام لتحسين دخل الفلاح ولتحسين يعني والنهوض بالفلاح وال طبقه ولا سورتو لا كرياسيون ديال واحد الطبقه فلاحيه طبقه وسطى في العالم العربي. قافله تحسيسيه تحط الرحال بمدينه سيدي قاسم حيث حضر العديد من الخبراء والمهندسين في مجال الفلاحه الذين شرحوا الى الفلاحين كيف تتم العمليه. كان معكم طه حبيبي من سيدي قاسم من القاعه الكبرى لدار الشباب.